بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. كنا اتكلمنا في فيديو في السابق قبل كده عن درايفرز ازاي نحطها في الايميل بتاعتنا. احنا لو جينا مثلا عملنا سيرش بسيط في جوجل للدرايفرز مثلا فور اس اس ام، احنا عن تيست درايفرز بتاع ديل. اول ريزلت في السيرش اللي هي ديل كوماند دي هتفتح لك صفحه فيها لستة بكل درايفرز كل الاجهزه. انا مثلا اخترت جهاز اللي هو تقريبا ديل اتيتيود 7 كام 7/2/14، واخترت الداونلود بتاع الويندوز 10 بتاعه. زي ما انتم شايفين هنا، انت الاوبريتنج سيستم اللي انت عاوزه ويندوز 10، ويندوز 8.1، ويندوز 8 7 وهكذا. فانا لما عملت داونلود الدرايفرز جبتها على السيرفر بتاع الكونفجريشن مانجر، هي نازله دوت كاب، وعملت لها مجرد اللي انا عملت لها اكستراكت من هنا، وده الفولدر بتاعك. فهتلاقيها الموديل اهو، بعد كده اللي هي ويندوز 10، بعد كده ال 64 بت، بعد كده كل درايف. طب انا عاوز احطها على الكونفيجريشن مانجر، هعمل ايه؟ باجي هنا في السوفت وير لايبراري تحت اوبريتنج سيستم، في درايفرز، امبورت درايفر. هيبقى لازم من باص، فهقول له SCCM01 OSD. بعد كده ويندوز 10 اهو، بعد كده اكس، خلينا ندوس انتر كده ونشوف هيعرف يجيب حاجه ولا لا. هو هيتشيك الاول الدرايفرز اللي عندك والبرميشن ديت، ممكن ياخد فيها وقت يعني، ممكن ربع ساعه ولا حاجه على حسب كميه الدرايفرز اللي عندك. لما يخلص الشاشه ديت خلينا نرجع تاني ان شاء الله. زي ما انتم شايفين دلوقتي هو جاب لي الدرايفرز ونوعها، مثلا اوديو دوني حميديا وسايند او، وبعد كده لو قلبنا هتلاقوا في سيستم بورتس، هتلاقوا يو اس بي، نتورك، مودم وهكذا. فدي كل الدرايفرز اللي عارف يجيبها. هنا ممكن تحط لها كاتيجوري مثلا، والله ديت مثلا الكاتيجوري بتاعتها ديت مش عارف، ممكن تسلكت حبه وتخليهم دي الكاتيجوري بتاعتهم نتورك، از يو لايك. طب انت عاوز الدرايفر ديت تحطه في درايفر باك باكج. احنا لما بنتعامل مع الايمجز بتاعت الكونفيجريشن مانجر احنا بنرمي عليها باكج، فانت عاوز تحط باكج ولا لا؟ فانا اقول لك اه هحطهم في باكج، مثلا ديل، نسيت اسمه الجهاز اللي انا جايب له الدرايفرز، ويندوز 10. هتحط الباكج ديت فين؟ فخلينا تحت ال OSD، خلينا كريت لهم فولدر مثلا اسمه 7/2/14 درايفر باكج، وهاجي هنا SCM01 OSD ويندوز. تمام، واقول له نيكست. عاوز تحط الدرايفرز ديت في اي بوت ايمج؟ احنا مش عاوزين نحط حاجه دلوقتي علشان ديت هتكبر حجم البوت ايمج، واحنا عاوزين البوت ايمج دايما اقل ما يمكن، وما نملهاش درايفرز علشان ديت تعمل مشاكل في البوتنج وكده. فممكن بس انت بتبوت جهاز مع مش عارف يقرا كارت النتورك، او عاوز يبقى يقرا درايفر الستورج، او ازاي يوصل للهارد ديسك قبل ما يبتدي يعمل عمليه الانستول. مثلا في ويندوز 7، لو انت عندك ويندوز 7 على جهاز جديد هتلاقي دايما بيقابلك مشكله في الانستوليشن، فاحيانا بتحتاج تنزل درايفرز. فهوريكم ازاي نقدر نضيف درايفر للبوت ايمج، بس مش هنضيف كل درايفرز. هنقول نيكست. تمام، ده الملخص السنوي بتاعك، ايه الدرايفرز اللي هو جابها. هقول له نكست. هيبتدي يعمل عملية الامبورت. هنوقف ونرجع تاني لما يخلص. دلوقتي اهو ضاف عندي الدرايفرز وحطهم في باكج. لو قلت له كلوز كده تحت الكونفيجريشن مانجر عندي في درايفرز، هتلاقي الليست بتاعت الدرايفرز
والديت عنها هي ايه ومين البروفايدر بتاعها وايه سبورت البلاتفورم. ولو جيت على درايفر باكج هتلاقي الدرايفر باكج اللي انا عملت لها كريت. كان ممكن اضيف الدرايفرز بس وبعد كده كنت اجي هنا اقول له كريت درايفر باكج واروح بقى سيلكت كل الدرايفرز اللي انا عاوزها. الميزه هنا اللي انت تقدر تعمل تضيف درايفرز بتاعت كل حاجه، يعني زي ما انت شفت انا جبت درايفر بتاعت موديل واحد، ممكن اجيب درايفرز موديل تاني واعمل باكج تانيه وباكج اشتغل ده وهكذا. طيب انا عاوز اضيف الباكج ديت للتاسك سيكونس بتاعي اللي انا بدي اعمل بيه ديبلوي. فجاي على التاسك سيكونس ومثلا بقول ديبلوي زد دي اي وانتن ده، اقوم قايل له ايديت هي هنا بس بيقول لي اللي انت قلت له سيستم ايمج انا عملت لها ديليت عشان او مش موجوده هي الفكره، بس انا عملت لها ديليت عشان افضي مساحه على السيرفر. كل حاجه هنا اقول له اد درايفرز ابلاي درايفر باكج. ايه الدرايفر باكج اللي انت هتعمل لها ابلاي اللي هي الديل ديت. اوكي بس هعمل لها هنزلها هنا في بعد ابلاي ديفايس درايفرز. فبقى كده التاسك سيكونس بتاعي اللي هو هيكابشر ويندوز سيتنجز واليوزر داتا، وبعد كده هيعمل ستارت ويبوت وهي ابلاي الويندوز ايمج، وبعد كده هيستور النتورك سيتنجز والكلام ده، وهي ابلاي الديفايس درايفرز الديفولت بتوع الويندوز 10، وبعد كده هي ابلاي الدرايفرز اللي انا مديها له بنفسي. طيب انا مثلا لو عندي بوت ايمج عاوز احط فيها درايفر بعينه بس عشان اقدر اعمل بوت بيها، فباجي على البوت ايمج اللي انا عاوزها مثلا بوت ايمج ال 32 بت ديت بروبرتيز درايفرز نيو. المفروض ما تضيفش كل الدرايفرز، انت اخرك تضيف درايفر نتورك ودرايفر ستورج ده اخرك. فهنا زي ما انتم شايفين حتى هو عارض لك بتوع النتورك بس مش عارض لك كل حاجه. فمثلا انا هقول له انا عاوز الانتن سنترينو ده بتاع الواي فاي مثلا، انت عاوز تبعت منه واي فاي او الانتل جيجا بيت نتورك ده لو انت عاوز تبعت منه، هقول له اوكي ابلاي. هيقول لي هيعمل ريديستريبيوت للايمج بحيث اللي توفر على الديستريبيوشن بوينت اللي تقدر تستخدمها بعد كده. مجرد ما انت عملت الكلام ده الايمج دي تقدر تباوت بيها على الاجهزه اللي ماشيه، تقدر تباوت قبل كده بسبب النتورك درايفر ناقص. بس فكده شفنا ازاي تقدر تتعامل مع درايفرز في الكونفيجريشن مانجر.